ما زلنا في نتعامل بجيل أول من دور الشباب، يعني بالجيل القديم من دور الشباب، ولم نطور إلى الآن تفكيرنا حول جيل ثاني من دور الشباب. السؤال الذي يطرح، هل يحتاج الشباب الآن إلى دور شباب؟ نعم أم لا؟ لا أعتقد ذلك. بهذه الطريقة لا أعتقد أن الشباب في حاجة إلى مبنى يديره مجموعة من الأشخاص وفيه إدارة وفيه ميزانية وفيه ترتيب للوقت وترتيب للمكان وفيه نوع من الضوابط والإكراهات إلى غير ذلك. لا يحتاج هذه النوعية من الشباب الآن، لا تحتاج إلى ذلك. أنا من الذين ربما لا يرون فائدة تذكر في وجود دور الشباب بهذه الطريقة، هذا واحد. اثنين، أنه ما يحتاجه الشباب في دور الشباب كما كان في السابق الآن موجود خارج دور الشباب، بمعنى نوادي الرقص، نوادي السينما، موجود الفيديو، موجودة وسائل الاتصال المباشر، الوسائل الاجتماعية للتواصل إلى غير ذلك. يعني فتحت فضاءات أخرى، أصبحت منافسة بشكل جدي لما تقدمه دور الشباب. أولا منافس من حيث القيمة، من حيث الجدوى، ومن حيث يعني القدرة على إنجاز شيء ما اللي دور الشباب الآن لم تعد قادر على ذلك بشكل يعني واضح وصريح، إلا في بعض المناطق النائية ربما اللي لا يوجد يعني متنفس آخر، لا فقط للشباب ولكن للأطفال. هي الآن أصبحت دور أطفال أكثر منها دور شباب، ولكن حان الآن لتفكير أول إما في إلحاقها الآن بالبلديات، بالمجالس البلدية، وهذا أهم شيء، لأنه هنا ندخل في البروكسيميتي، بمعنى أنه يتم ضبط برامج وأهداف دور الشباب إن بقيت مع المجلس البلدي، وهذا مهم جدا، لأنه فيه كل مجلس بلدي عنده خصوصيته، كل دور شباب وكل منطقة عندها خصوصيتها، بحيث ممكن أنها تكون جزء من اهتمامات المجلس البلدي. وهذا في اعتقادي إن تم الإبقاء على دور الشباب هذا أفضل، أو إلغائها تماما لأنه لا فائدة ترجع. أما أن تبقى تحت إدارة وزارة كاملة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، بالهرمية والبيروقراطية إلى غير ذلك، أعتقد أنه هذا يسيء للدولة أكثر، ويسيء لعلاقة الدولة بالشباب، لأنه الشباب يلاحظ أن الدولة لا تزال تبقي على مؤسسات تقريبا أوبسوليت، يعني تقريبا لا فائدة ولا معنى لها. هذا حتى إذا ما تأديش وظيفة فإنها تؤدي إلى ضرر هو بناء الثقة بين الدولة والشباب، والشباب يكتشف أن الدولة غير قادرة على تجديد مؤسساتها بما في ذلك مؤسسات الشباب. هو يدخل فيما يسمى لو ديكلان دي انستيتيوشن، تهاوي المؤسسات، المؤسسة المدرسية، المؤسسة العائلية، المؤسسة الصحية، المؤسسة القضائية، الأمنية، المؤسسة الإدارية. دور الشباب هي جزء من هالنسيج المؤسساتي اللي يتهاوى يوم بعد يوم، لأنه غير قادر على أن يواكب التطورات التي حصلت لفئة الشباب. يعني كما قلت منذ حين، احنا ما زلنا نشتغل بعقلية الستينيات والسبعينيات اللي الآن تجاوزتها الأحداث، وبالتالي هذا ما جعل أنه هذه المؤسسات لا معنى لوجودها، وبالتالي ليست لها القدرة على تحمل التحولات الطارئة على واقع الشباب الآن، وعلى متطلبات الشباب، وعلى آفاق الشباب، وعلى تفكير الشباب. بهذه الطريقة طبعا تتهاوى المؤسسات، تفقد شرعيتها، هي مؤسسات قانونية ولكن غير ذات شرعية، بدون شرعية تقريبا، وعدم شرعيتها يتضح في هجران هؤلاء الشباب لهذه المؤسسات، التهكم على هذه المؤسسات. الأكثر من ذلك أنه خلال أيام الثورة عديد المؤسسات الشبابية، دور الشباب، تم إحراقها كشكل من أشكال الاحتجاج، كشكل من احتجاج نقمة الشباب على الدولة في علاقتها بالشباب، وفي علاقتها بأن الدولة تقدم لهم مؤسسات متهاوية لا جدوى منها ولا معنى لها. المنظومة التربوية مهمة في هذا المجال، لأنه هي التي ستعطي أو ستعيد العلاقة، لأن هي أهم منظومة. يعني على ضوءها نبني علاقتنا أو علاقة الشباب بالمنظومات الأخرى المجاورة، لأنه كل التركيز عند العائلة التونسية وعند التوانسة بشكل عام هو التركيز الكبير على مسألة التعليم، وعلى أنه التعليم هو شكل من أشكال المصعد الاجتماعي إلى غير ذلك، وبالتالي ثم ثقة كبيرة. وأنا أعتقد أنه أي شيء إيجابي يمرر للشباب يجب أن يمرر عبر المدرسة، لأنه المدرسة هي المؤسسة اللي رغم أنها متهاوية ورغم أنها
ضد المصعد الاجتماعي الآن، رغم البطالة اللي في عدم التوافق بين سوق التشغيل وبين التعليم إلى غير ذلك، ولكن لا يزال التونسيون والتونسيات والعائلات التونسية تعتقد أن المدرسة ممكن تعمل شيء، وكأنه المدرسة هي آخر القلاع. احنا ما عندناش طريقة أو بيداغوجيا ما يسمى لونتربريز أليكوت، يعني أنك تسمع المؤسسة، شنو هي نقاط قوتها، شنو هي نقاط ضعفها، شنو متطلباتها، شنو الناس يحبوا منها، كيف يجب أن تدار، ما هي طرق الحوكمة متاعها. هذه كلها أسئلة مالوريزمو لا تسأل. وفي نفس الوقت نفهم ما هي متطلبات الفرد الآن، لأنه تغيرت متطلبات الفرد ما بين سنوات 50 و60 و70 و80 حتى في التسعينيات ومن بين الآن، تم تحولات سريعة كبيرة برشا على ما يمكن نسميه بمجتمع الأفراد، خلى أنه هذه المؤسسات لا تواكب ولا تتفطن إلى المطلبات الجديدة. المطلبات الجديدة هي أساسا في كلمة واحدة لا ريكونيسونس، الاعتراف. لا ريكونيسونس بمعنى أنه الشخص لابد أن يشعر أنه معترف به، أنه له القيمة المناسبة، أنه له القدر المناسب، أنه تلبى حاجيته بطريقة سليمة بطريقة قانونية. دونك هذا معناها في ما يسمى محور الاعتراف لا ريكونيسونس، لابد ان تشتغل المؤسسات بمختلف انواعها انها تكون الموكلي، يعني تكون الهدف الاساسي او الكلمه المفتاح هو هذا، او ان تهز كل وظائفها واهدافها وسلوكها واجراءاتها نحو الفكره المحوريه هذه اللي هي فكره الاعتراف. فاعتقادي الان اهم مساله في الاتجاه الان وهي مساله ثقافيه بالاساس. الأنشطة المدرسية لازمها عقلية جديدة. أولاً مش بالضرورة الأنشطة المدرسية يقوم بها المعلمين أو الأساتذة. يفترض أن يكون فما أنه يكون المدرسة متاعنا مفتوحة. ياسر يعني فيرويي مقفولة المدرسة متاعنا ككل مؤسساتنا على فكرة، ليست الوحيدة. وبالتالي لأن المدرسة بشكل عام دائماً هي مؤسسة محافظة، بالتالي لا تقبل أن يأتيها أشخاص من الخارج. وبالتالي في اعتقادي أنا أن المدرسة لابد أن يكون عندها هذا القدر من الانفتاح على المجتمع المدني، على المجتمع السياسي، على الإعلام، على كل القوى الحية اللي ببرامج معينة تستطيع أن تعطي شيئا ما للمدرسة وأن تقوي قدرات التلاميذ خارج المسألة المعرفية. من ذلك مثال على ذلك، احنا عندنا تقريبا اكثر من 2000 او 3000 في وزارة الشباب والرياضة في اعتقادي هكا، ثم 2000 او 3000 على الاقل، بين 2000 و 500000 منشط شبابي اللي هما تقريبا موجودين في دور الشباب اللي هي ما تقريبا مهجورة تقريبا اقول. هذا المفروض انه هؤلاء يتحولون الى منشطين داخل الفئات المدرسية بعقد اهداف جديد، بطريقة جديدة، باسلوب جديد الى غير ذلك، أو أنه تفتح المدرسة على دور الشباب، أنه ما يكونش تمك الكلوزونمون ما بين مؤسسات الدولة، هي في الأخر ما بين المؤسسة المدرسية والمؤسسة الشبابية كما دور الشباب أو دور الثقافة. لو ثم نوع من الحواجز الموجودة بين مختلف هذه المؤسسات، المفروض هذه تكون مؤسسات مندمجة بمشاريع مندمجة بأشخاص مندمجين في نفس المنظومة ويشتغلون لنفس الهدف اللي هو التلاميذ. يفترض أن نكون على بينة وعلى فهم للتحولات التي تطرأ الآن على المجتمعات وعلى الشباب في العقلية، في الخلفية الذهنية، في التصرفات، في الممارسات، في الطموحات إلى غير ذلك. يكون عندنا فكرة واضحة على أهم التحولات الكبرى، وعلى ضوها نبني أنا، إذا نحب نتوجه للشباب على ضوها نبني أنا المنظومة بتاعي التربوية، المنظومة الثقافية، المنظومة الشبابية، أي منظومة مهما كان نوعها في علاقة بالشباب. يفترض أنه يكون عندنا أولا فهم للتحولات الشبابية الكبرى. التحولات الشبابية الكبرى تقول أنه الشباب الآن يحتاج إلى نوع من الاعتراف، يحتاج إلى أشياء نحن نقوله personalized، معناها مشخصنة، يحتاج إلى اهتمامات جديدة، معناها يعني يحتاج إلى أكثر حرية، يحتاج إلى أكثر حراك موبيليتي. دونك هذه معطيات ضرورية الآن، لابد أنك أنت وقت تبني هدف، تبني مؤسسة، تكون على الأقل عندك جرعة منها موجودة بشكل واضح في هذه المؤسسة، في برامجها وفي أهدافها، باش هكاك يلتقي طموحات الشباب والتحولات الطارئة على ذهنية الشباب بشكل عام سواء في تونس أو في العالم، وما بين الأهداف متاع المؤسسة سواء كانت مدرسية أو غير مدرسية.
أنا نعتبر أنه كلمة العزوف هذه مصطلح أتى به من هم في السلطة السياسية، لأنهم يحتاجون إلى أصوات الشباب لدعم مواقعهم الانتخابية ودعم مواقعهم يعني في القرار، يعني في مراكز القرار. وكأنه كلمة عزوف هي وكأنه لو على الشباب الذي لم يعطي صوته لهؤلاء القادة السياسية، لذلك يسمون الأمر عزوفا. أنا أعتقد أنه مش عزوف، أنا أعتقد أن هذا موقف، موقف للشباب أنه هو رافض لشكل من أشكال ممارسة السياسة في تونس، ممارسة الديمقراطية تمثيلية ديمقراطية نيابية، بجيل كما قلت نوعا ما هرم بنوعا ما تجاوزته الأحداث إلى غير ذلك، واللي بديل متاع مسألة المقاطعة البديل هو مشاركة أخرى وبطرق أخرى في الحياة العامة. ما نيش مسامح سيب التروتوار، هل كل الفضاءات الافتراضية اللي فيها شباب يناضل وملتزم بقضايا مختلفة سياسية وغير سياسية، يعني هذوما ناس يشاركوا، ولكن يشاركوا على بروبر فاسون، يشاركوا بطريقتهم الخاصة بأدوات جديدة بمنطق جديد، بمنطق كما قلت الآن وهنا اليوم تلقاه في مانيش مسامح في مسألة الفساد وإعادة ترتيب مع رجال الأعمال وغير ذلك. دونك تكمل المسألة هذه غدوة ينتقل إلى مسألة ربما مرتبطة بالمناخ أو شيء من هذا النوع، المرة أخرى يمشي إلى فضاء آخر إلى فكرة أخرى وهكذا. دونك هو نوع من الترحال الآن. دونك الناس ما عادش الشباب ما عادش يحب يبني كاريير كسوة سانديكال ولا بوليتيك. دونك فكرة الكاريير ماهيش فكرة كاريير قديمة، الآن الشباب ما عادش يحب يعمل كاريير، يحب يعمل ينتقل كما قلت من تجربة إلى أخرى، من فضاء إلى آخر، من موضوع إلى آخر. ولكن هذا ما يعنيش أنه هو وقت لقاطع الانتخابات ما يعنيش أنه هو غير مهتم بالشأن السياسي أو بالشأن العام، لا مهتم، ولكن مهتم في مواضيع أخرى بأشكال أخرى من الالتزام ومن النضال وبخلفية مغايرة تماما للخلفية التقليدية المعروفة الكلاسيكية في هذا المجال.